مساكم الله بالخير. اليوم رادين حق مطبخنا، عندنا نقصة جديدة، بس اليوم ضيفنا شخص محبوب عند الجميع، وهو الشيخ محمد الصباح. حياك الله، يا هلا وسهلا فيك. الله يسلمك. أنا بقول لكم شيء عن الشيخ محمد الصباح. الشيخ محمد صار له سنتين يداوم كل يوم في الفود اندستري، عدل؟ إيه؟ نعم، ومشرف عليهم كل يوم من الصبح، يعني دوام منتظم وشغل منتظم ويانا. فاحنا اليوم حبينا نوريكم شويه من الجانب الانساني في هالسالفه هذه، ان كل الناس تقدر تشتغل وتنتج، عدل؟ اي، ما في احد يقول والله انا ما اقدر، لا، هو انا اقول انا قدرت وانا انتج وكل يوم اداوم واشتغل في شغلتي هذه من الصبح. وبعدين صار من الشخصيات المحبوبه في الانستغرام وفي السناب شات، واليوم متغدي مع صاحب السمو، عدل؟ نعم. ايش قال لك صاحب السمو؟ قال لك، قال لي بشوف الحلقه. اي نعم. اللي عند القصة. اي نعم. واحنا اليوم ان شاء الله يا رب نبيض الوجه، وحلقتنا تكون حلوه ظريفه وخفيفه على قلوبكم، وتشوفون ويانا طبخه جديده وحلوه. هي مو جديده، هي بنقول لكم سالفتها بعد شوي الطبخه، لكن الاهم عندنا ان الشيخ محمد اليوم شرفنا. ايه؟ ان شاء الله بتذوق اكلنا، وان شاء الله يعجبك عاد. زينه. اكيد اكيد اكيد. انت متابعنا من قبل في الحلقات. ايه؟ في نكهه وبهار. ايه؟ وشنو عجبك اكثر شيء؟ كل شيء. إيه؟ ما شاء الله، يعني تحب كل شيء. إيه؟ اليوم احنا بنسوي لحم ونسوي دياي ان شاء الله. الحين برد لكم عشان اقول لكم المقادير بعد شوي، وناخذ مقاديرنا كلها ونشتغل بالطبخه، وعقب نرد ندردش مع الشيخ محمد. وانتم وخلكم ويانا، لا تروح. ردينا حق طبختنا. طبختنا هذه من ابتكارات امي الله يرحمها. هي تسوي لنا هذا الكزرول او الصينيه، تحط فيها الباجله الخضر او الفول الاخضر والشبنت والبطاط واليزر، يعني كل شيء اشياء، كلها اشياء مفيده، والبصل. اول ما ببتدي انا بسوي حمستي هني كماري، بتبهر الديايه بهار البيت العادي اللي هو كركم وهيل ودارسين وشويه ملح، وتبهرهم عقب تقليهم. فانا بخليها تبهر، يلا بهري شويه كماري، وانا بسوي لكم الحمسه اللي نسقط فيها الخضروات هذه كلها. اول شيء نبتدي في البصل، عدل كماري. إيه؟ كماري بسرعه، لا تدلعين، يلا حبيبي يلا. إيه؟ خذي من كل شيء خلطيهم عشان المقله ذاهبه هني، وانا هذه. اول ما نحمر البصل شويه من نفس البهار اللي نتبل فيه الدياي، بنحط فيه في الحمسه نفسها. وطبعا قبل لا نحط البهار بننزل شنو عندنا، شويه زنجبيل وشويه ثوم. واساس الطبخه سويتيه، حطيتي من كل شيء. ها، من كل شيء. هذه ايش حق قاعد فسختيها كذي وعلي هذه؟ وبنقلي هنا، طلعي المقلى اللي داخل. احنا طبعا مقلين كميه، بس انا بوريكم شلون تقلى هني. الحين رد حق حمستنا، هذا البصل بس يتحمر شوي، تطلع ريحته مع الثوم والزنجبيل. على طول نعطيه البهارات، نشكله شويه دارسين، بهار وهيل وكركم وملح، ونفرق. هذا الدياي كذي بيصير. ها، عدل خوش. احنا لان عندنا طبخه ثانيه يا شيخ محمد، مو بس هذه. ايه، بنسوي هذه، بندخلها الفرن عشان على قولتهم تتسبك على راحتها. يبي يتحمر شويه، ان شاء الله ما يطشر عليك الدهن، دير بالك. حطها شويه شبنت، غير الشبنت اللي بنحطه عقب، بس هذا عشان يحمس، تطلع ريحته اول وياها مع الحمسه. نار جاتك ريحه الحماس ولا بعد؟ لا. زين زين. محمد الصباح يقول لا يأس مع الحياه، قال لهم انا لازم اشتغل. ايه؟ عدل؟ صح. ولازم انتج شيء، فهو عشان استضفناه لانه هو اساسا شغله بالفود اندستري من الصبح لما الليل كله في
مكان الاكل والمطابخ وهذا تشرف عليهم وتسنحهم عدل. ما شاء الله عليك. ايوه تمام. خوش. الحين بننزل شنو كماري؟ ننزل الطماط المعجون عشان حمسه. والله كنا ياخذه كله لان احنا عندنا كم ثلاث ديايات. اي ثلاث ديايات، كل ديايه بقوطي معجون. خلاص. نسوي حمستنا تاخذ راحتها على الراحه. ها؟ يلا يبي ماي حار. خلتي على جوي خلتي لنا ماي حار من داخل عشان نمرق عليه. نسوي مثل الصلصه الخاخره اللي شوفوا الحين يبينه وياكم بالتصوير. اول هذا نحمس المعجون شويه مع قلت لكم البهارات والكركم والاشياء هذه كلها. انا نستخدمها كلها لان احنا حطينا اول شيء بس عشان البصل ما بنيها تحترق. امي الله يرحمها كان ايدينها ايش نقول تلف بحرير، اي شيء كانت تسوي لذيذ. الباجل الخضر تشوفونه احنا هذا ترى مثلج ومحتفظ بلونه لان نسوي له طريقه. اول ما يبونه ينظفونه ويسوي له مثل الماء اللي يطبخ الحار من غير ملح من غير اي شيء، ينزلونه فيه ويبردونه في جاعي فيظل محتفظ بلونه محتفظ بطعمه. فعندنا على طول بالثلاجه لان نحب هالاكله من ايدين امي الله يرحمها ويغفر لها يا رب. عدل الحين نبي نحط الاشياء اللي تحتاج طبخ اكثر. ليزر بطاط. وين طماطش كماري مال اسمه المهروس هذا الطماط مهروس عشان يخسرها. ننظر عليها بس شويه تطابخ وننزل باقي المكونات ونرد لكم. شفنا الحين الطماط شلون عقد مع بعضه مع العصير اللي حطيناه عصير الطماطم، مو عصير الطماطم، الطماط المطحون مع ليزر. بننزل عليه على طول الفول الاخضر والباجله الخضراء نفسها اللي كانت عندنا هذه. هو اساسا طبق الباجله فشوفوا. خلطهم كلهم مع بعض قبل لا ننزل الدياي نعطي شويه ماي ونذوق ملحه ولازم نصف نيال شكر. عشان لان في ليزر فيطلع طعمه شويه في تش اوف يعني في شويه حالات. عدل محمد تحب طعم تحب طعم الحامض حلو؟ اي حلو. عاد عندنا بيت شيوخ مشهورين بدول ما الحامض حلو. عدل؟ اي هنا كذي نزيد شويه ماي حار وشويه شبنت. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يبي ماي وايد، احنا نبيها يخنة صاكة كلش. يابت الشكر يبا شوية شكر تقريبا نصف نيال، مو كوب نصف نيال، هي صارت كوب تصير مربعات. ترى الزايد عند ربعنا خل ناقص، كل شيء لا يصير هيل مبليه شيل. هذه بس ننطرها تطابخ شوية. وش نسوي؟ نجيب الدياي والركسه فيها كله. تبي شويه ماي بعد. و ننطرها بس تطبخ لان هي كلها وين بتروح؟ ننزلها بالفرن. تاخذ سواها بالفرن عشان عندنا طبخه ثانيه تاخذ وقت طويل. فبنخلص من هذه. هذا الدياي نزله. بسم الله. وتالي قبل التسكيره الاخيره ربع قلاص عصير لومي عشان يصير حامض حلو.
مول ثلاث دقايقات على قد الماعون. بسم الله. ننطرها بس تطابخ شوية ورد لكم مرة ثانية عشان نزلها نعطيها اللوم وننزلها تحت. قامت تطابخ، الحين بننزلها الفرن. قبل لا ننزلها الفرن نعطيها شوية ليمون عشان يعطيها مزازة وحمض. يمكن لاحظين حطينا الليمون آخر شيء، ما نبي البطاطي عسي وياه بتصير حامضة. ونزيدها طبعا اللي هو أساس الطبخة، الشبنت. الشبنت يحب الباجلة. بس ونسكر عليها وننزلها الفرن. سهلة طبختنا شيخ محمد؟ حلوة. يعني بتروح تطبخ لهم؟ إيه. ترى قال لي سر انه هو طبخ قبل اسبوعين. قبل اسبوعين ولا قبل يومين؟ يومين ولا اسبوعين؟ اسبوعين. اسبوعين طبخت لهم. شنو طبخت؟ غشه نوع مكبوس دياي. اي وخيار. الله. أيوة. بسم الله. بس وننساها بالفرن لمده ساعه. الحين عندنا طبخه ثانيه لما نسويها لكم. الطبخه الثانيه هي تشت بقعة الجدر، مشوي الكتف بقعة الجدر. بس نفس مو نفس الطريقة اللي معتادين عليها، هذه الطريقة أنا سامعها من الأوليين. يحشون الكتف بالحشو، الحشو ني اللي هو بصل والنخي والكشمش والبهار، وبجاية الحشو يحطونه دائرة مدائرة. الحين بحضر أغراضي وبرد لكم مرة ثانية أوريكم شلون نسوي طبق كتف الغنم بقعة الجدر. على قولتهم مصلي كتف الغنم في قاعة الجدر. رد لكم باشم. ردينا لكم حق طبختنا الثانية. عندنا تعاليكم مريمي. عندنا كتف الغنم. رحنا حق القصاب أو اللحام وقلنا له يخلي لنا إياه. شوفوا هذا يخليه شال بيت اللوح اللي يصير داخل هذا العظم وسوى لنا مثل الكيس. طبعا نشق شويه من يومني فاحنا خيطنا جهزناه حق الحشوه كلها كامله. كماري الحين هذا البهار المستخدم، دارسين وهيل وبزار مال البيت وملح وكركم، بتفركه من برا ومن داخل. عدل ها حي الله راني. يلا حياك الله. الحين يلا كماري سوي. انا بقول لكم هذه بطريقته. اول شيء تعالي راني. هات مسكي هذا، تعالي راني هني. تعالي عندي وياي. مسكي هذا. بحط شوية زيت هني. خفيف بس عشان لا يود البصل. فرشي بقعته بالبصل. تعالي مني. فرشي قعته كلها بالبصل. فركي عدل زين. نفركه زين عدل بالبهار كلش. وإذا الكتف عود تقدرون تستخدمون مع البهار قفشة بيكنج بودر عشان تعطيه طراوة، لأنه بيقعد على الضوء تقريبا ثلاث ساعات إذا مو ثلاث ساعات ونص. الحين بعلمكم الطريقة. الحشوة بتكون كلها نية. هذه الحشوة. حطينا النخي. حطينا البصل. أنتم تستغربون الكمية وايدة لأن الباجي بنحطه تحت. هذا البصل. حطينا البهارات نفس الشيء، شوية ملح وهيل وابزار ودارسين وكركم. بس الملح كنا وايد هني، بخف منه شوية. بدي اعطيني قفشة. ايوه اي قفشة مو مشكلة. شيل القفشة من الملح. ايوه تمام. هذه البهارات ونخلطها. اعطيني القفشة الثانية. هاتي خلطها كلها مع بعض. هو من غير شيء صار ريحته خنين الحين كلش. ولازم الحشو شنو اسمه قايب الكشمش. هذا الكشمش مغسل عدل ومحطوط. ونبخها بشويه زعفران عشان نحشي الحين فيه منه هالكتف. هذا بخرتي من داخل وبره كله
حطينا البهار، شفتوا خلطنا البهار، خلطنا كل شيء. الحين بتحشي، طبعا هذا ما نستخدم الحشو كله، بعطيها جزء منه. اعطيني مله، يلا حشي حشيه عشان نخيطه. هني بطول ما هي تحشي عندي ورق الغار ودارسين وهيل ومسمار وشويه ملح. ايش حقه بفوح العيش نص فوح او خلينا نقول ثلث الفوحه، بس تمقط الحبه. خليه يقلب شويه وياه. بسم الله. وعندنا العيش منقع نص نقوع، بس يقلب قلبه واحده ونحط الحشو لين داخل، شوف لين داخل عشان ياخذ الطعم. ايوه لين داخل، مو بس من برا. ايوه لا تفتقينه. ايوه حشتي عدل، على طول خليها تخيط. يلا واللي يزيد من الحشو الحين بنفله هني. شو بنضيف له؟ بنضيف له البطاط. هذا البطاط عندنا، بس اول بنقعد الورش تحت، بنحط الحشو داير مدايره، وتالي بنكت عليه العيش ونبخه بشويه زعفران ونغطي. يقعد 3 ساعات، اول ساعه بياخذ على نار شويه حاميه، او اول تقريبا نص ساعه، بعدين نقصر عليه مول. الاوليين كانوا يحطونه على التشوله ام جلاس، اللي هي التشوله الغاز المفتيله، ويخلونه وينسونه ويروحون يسوون شغلهم، يسوون دنيتهم، لين يردون عقب ينشبون العيش من فوق ويطلعون الحمه من تحت ناضيه. يستوي مع الدياي نفس الشيء، نفس الطريقه. ني شوفوا مو مطبوخ ولا شيء، يستوي على البخار بروحه تقعد. الحين ان شاء الله بوريكم اياه لين يستوي. خلي يخلصون الخياط وارد لكم. صفينا في قاعة الجدل، شوف البصيلات، وهذا كماري البطاط. فركيه مع الحشو عدل، فركيه عدل. اي فركيه بدينك عادي. اي انت مشكشكه عروس الصيهد، كان قطيت الخاتم، خاتم. ايوه فركيه عدل، فركيه. ايوه يلا. لا ايش بنسوي؟ بننزل هذا اول، نزل. شوفوا اليد محشيه تنزل في قاعه الجدر، تقعد عدل موليه، ونجيب تالي هالبطيطات داير مدايرها، وناس يحطون تحتها، بس احنا بقعتها تتحمر شويه مع هالحشو اللي حطيناه. تسمعون بالمصلي؟ هذا المصلي. نزل شويه عشان يروح تحت. انا طبعا شوفني محمل الجدر عليه عشان ينزل عليه الشغل وهو حامي. جاي الحشو نعم. ايش نعطي الحين؟ شويه زعفران. الحين يبقى منكت العيش هني، يقلب بس قلبتين ونحطه فوقه، ونخليه على نار حاميه شوي، وبعدين على نار هذه. هذا العيش بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله محمد رسول الله. العيش عادي نسمي ناس والله حتى من غير داسين من غير هيل، بس احنا نحب انه يصير مطيب. هاك شيلي هذول اعطيهم هناك عنه، خليه يقلب قلبتين. ارد لكم بس يقلب العيش اوريكم الشخاف. شفتوا هذا يا جماعة؟ حطيناه الفخذ وشبيته أنا عليه النار من الحين، نار حامية. شوفوا حتى بدأ يطلع له يتشتش، بس أنطر العيش بس يكفخ ليفوق، مو يدش بيوته، بس أشوفه بس أبي ينتهض. شوف العيشة شلون، أبيها تمد شوية زود، ما بيها تقرش ولا بيها لينة. بعد دقيقتين اشغله وعلى طول فوقه، والدماي ترى مملوح في ملحه، والفخذ الجت مملوح، والحشو كله، فما يحتاج شيء. كل اللي بنسوي بنحطه ونرش عليه الزعفران قبل، لان ما عندهم وقت يتمون يا جماعه، يتنطرون بحمسها الحمه بعرقها. فهذا المصلي او في قاعه الجدر يتفننون فيه. بعد اكو وصفه ثانيه مالت يدتي الله يرحمها ام قماشه،
هم غير بعد هذه تسوي الحشو بطريقتها غير، وتاخذ الخواصر الخاصره وتحشيها وتقليها اول في القاع، وتالي تحطها بالقاع بروحها، ما تحط بطاط ولوية، بس الحشو داخلها وتحط تشبس عليها. هذه مصلي انا شفت الطريقه اكثر ناس يسوونه، واكثر ناس عجيب عندهم هل البحرين. بس هل البحرين اللحم مقطع، اما كذي تشوف هذا طريقتنا احنا هل الكويت عاد تفنن، لازم نحشي، وهذا عشان تفخر ريحه البصله وريحه البهار، يفخر كله في 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 الحمى، تظهر لك الحمى خنينه ناطعه تحلى عليها، وتصير متقليه من تحت لين تنشله، تنشب وجهها وتنشل اللحم، تصير عجيب. ها الحين بس انا يقول لي يلا يا عفيه عليك، عفيه لك بدا ينتهب، ولا تنسونا وايد، انا ما بيتعجن عليكم. دقيقة واحدة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. خلي عاد بعد فيه شوية ماء، يعني مو كلش مرة واحدها، وعلى طول على وجهه. بسم الله صلي على محمد على آل محمد. خلي ورقة والدارسين ببطنه عشان يعطيه الطعم اللي احنا نبيه. الحين بينضي تعارك في بخاره على نار حامية أول، شرشة فوق بالزعفران. هذا الزعفران والهيل، اكو ناس يضيفون له ماي ورد. هل البحرين اللي سووا المصل لازم يحطون بعد ويا لومي اسود؟ انا احنا الكويت لومي اسود مو زود وياه ويا اللحم، مع السمك يفضلونه اكثر. بس هذا دواء وعلى الله شفاه. كذي على طول نكمره. ورد لكم عقب حق النشاب. حبايبنا ردينا عقب ما نطرنا ضيفنا يسامحنا عاد. هذا مصلي الشات بقعة الجدر، نشيل عنه بس القصدير. شوف الزعفران، نشيل عنه الزعفران شوية حق الجوانب. عشان كذي انا اقول لكم خلوه العيش مو مستوي، نص استوى او اقل من نص استوى بعد، عشان لا يبرك عليكم. بسم الله. كماري خلي شيمي انا بقلبها على وجهه. ها كذي بس. الله اكبر، بسم الله. يلا. ايه ايش حقا تحطينا بعد فوق؟ انا ماني جاهزه فوق، خلي هذول يمي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عدل هذه، لان الشوله هذه حاميه عليه شويه، صارت في حكوكه بنشيلها هذه عنا ما عليه. هذا اخذناه نحط له مدايره العيش. حلو شكلها طبختنا؟ حلو شكلها؟ حلوه. ماكو اصغر من هالملاس. هيك
تشوفونها هذه المصلي بقعة الجدر مصلي الكت صار كله متحمر وحشوه منه وفيه ما يبي له اي شيء بس انه يبي له تاخذون راحتكم طبعا لو تشمون الريحه ريحه خنينه ما شاء الله رايك شيخ محمد ميزين. حلوه الريحه؟ اي حلوه صحه وعافيه دائما ناخذ الزعفران ونحطه بالاطراف تجي بالاكتاف أيه؟ عشان يبين طعمها أيه؟ شوف شلون تشوف اللحمه شلون ذابت ذابت أيه؟ مره واحده أيه؟ كلش 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 شلنا الخيط اللي خيطناها خيط ايه عاد هم المصل الاوليين ما يحطون بيصحون عشان جاينا شيخ لازم عند زقرته قدامها ونحط لك بعد تحب المكسرات مكسرات شويه كاسه شويه لا عدل حلو ولا مو حلو؟ حلو زين هذه اول طبق خالص الحين ايش عندنا؟ عندنا المرقه اللي سويناها مرقه الدياي عدل؟ اي بسم الله الرحمن الرحيم خذها الحين تقريبا ساعه بالفرن الحين مستويه شوف شلون تطبخ اعطيني انا احط حق محمد مله لازم اخليه يذوق من شغلنا كل شيء مو عدل؟ اي اي فقلت لي تحب انت الفخذ عدل؟ اي هذا الفخذ وهذه المرقه يمها كذا هذه يا جماعة مريقتنا زاهبة وهذه نقصتك يا شيخ محمد عدل يا أبو جاسم أبو جاسم بالإنستغرام معروف تعرفون الجماعة كلهم عدل وأنا حطيتكم الأكاونت ماله بعد بالإسلام مالي فتواصلوا وياه والحين بضوق أكلنا خلني بس أجيب لك الطاولة قدامك لا خليك مكانك أكلتنا جهزت وضيفنا بنعشي ويانا عدل وياخذ مقصته وياه وهو عاد يتصرف فيها الحين نقول لكم في أمان الله سلم على جمهورك إن شاء الله قول لهم في أمان الله أمان الله نشوفكم إن شاء الله على خير أمان بخير تابعوني تابعوني عافية عليك حبيب قلبي أمناكم الله يا جماعة ونشوفكم إن شاء الله بحلقات جاية ولكم منا ألف تحية ونقصة القصار رادت لكم مرة ثانية إن شاء الله حبيب هيا.